السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم بفيديو جديد من قناة حسن السيد. احنا الفيديو اللي فات اتعلمنا ازاي نعمل لمبة بفيشة بسلك، تمام، وقلنا ان دي هتفيدك لو بتدور مثلا في البدروم او عايز توصل لحتة اللمبة بتاعت الأوضة العادية مش جايباها، ودي طبعا اكتر اللي بيستخدمها الصنايعية، بس هي برضو مفيدة في البيت. احنا النهارده هنتعلم ان احنا نركب ازاي المفتاح الكمثرى في سلك زي ده. لو انت ممكن عملت فكره زي دي، ان اللي انت تعمل لمبه في الاوضه تتحكم فيها بمفتاح كمثرى نازل وانت نايم على السرير مثلا، بدل ما لسه هتقوم وتفتح النور. احنا هنعلمك ازاي تركب المفتاح ده، تمام. ده اسمه مفتاح كمثرى. طبعا بعد ما نوصل السلك بالفيشة باللمبة، وشرحنا ده في فيديو قبل كده، هركب مفتاح كمثرى. طبعا هو ملوش مكان محدد، اللي المكان اللي يريحك، تمام. ممكن اعمله هنا في نص السلك، في اخر السلك، بس الافضل طبعا يكون في المتناول، لو هو يعني حسب طول اللي هيستخدمه او مناسب لطول الجميع، تمام. اول حاجة طبعا هنفك المفتاح نفسه، طبعا واحنا بنفك نحاسب لأي مسمار يقع، وبعدين نهوي المسامير شوية، تمام كده. مفتاح هنركنه شوية على جنب، هنجيب مقص من عندنا ونقص طرف واحد من السلك. يعني احنا هنقص طرف واحد من السلك. طبعا السلك اللي معايا قصير، بس ده بس عشان نشرح عليه، لكن زي ما قلنا قبل كده ان طول السلك ده تقديري حسب الاحتياج بتاعك انت هتحتاجه في ايه، تمام. طبعا بنأكد ان احنا بنقص طرف واحد بس. طبعا احب اكد معلومة مهمة جدا، مادام انت مش فني، تمام، مادام انت مش فني في الكهرباء وحابب ان انت تعمل حاجة بايدك، افضل حاجة ما توصلش حاجة بالكهرباء خالص طول ما انت شغال بالكهرباء، حفاظا على امنك طبعا وسلامتك. الفني الكهرباء هو بيتعامل وعارف هو بيعمل ايه، وطبعا راجل محترف، لكن انت بتحاول تعمل حاجة بايدك عشان تتعلمها وبقى عندك المعلومة وتوفر على نفسك مجهود وتوفر على نفسك فلوس، فانت طبعا تاخد احتياطات الامان بنسبة 100%، فانت لازم تتعامل مع الحاجة تكون فاصل الكهرباء نهائي، تمام. طبعا بنعري السلك من الطرف ده والطرف ده، وزي ما قلنا هو الافضل ببنسة، بنسة قص، بس لو مش معانا هنعريها بمقص عندك، بس طبعا هنلف على السلك بالراحة عشان نأكد تاني ان لو احنا قرصنا بالمقص السلك هيتقطع خالص، وطبعا مش ده المطلوب. احنا مطلوب ان احنا نعزل، نشيل العازل بس من على السلك، تمام. طبعا نأكد، بيبقى جاي حاجتين هنا خضر، دي بنمرر فيها السلك من الجنب ده اللي احنا هنركبه، تمام. دي للجنب التاني، بس لما يجي دورها طبعا هندخل السلك هنا، لازم نكون مهويين المسامير طبعا عشان السلك يقدر يعدي، تمام، اهو بالطريقة دي. وبعدين نقرط جامد بالمسمار، الناحية التانية نفس الكلام، هنركب القطعة الخضرا دي، تمام، دخل السلك، نكون طبعا مهويين المسمار كويس عشان السلك يدخل بسهولة، ونربط. طبعا هو السلكين هنا لو لمسوا بعض هو مفيش مشكلة، بس هيبقى يعني مفيش مشكلة ان يحصل قفلة، بس هيبقى طبعا ايه، المفتاح كده ملوش لازمة، هبقى متوصل مباشر، فاحنا هنكون حريصين ان السلوك ما تبقاش لازمة لمسة بعض، تمام. نتأكد ان السلوك ما تبقاش لمسة بعض عشان خاطر المفتاح يشتغل ناجح 100% ويبقى ليه لازمة يعني.
طبعا بتطلع الطرف السلك اللي احنا مش قصيناه بره بالطريقة دي، تمام، ونثبت القطعة الخضراء دي على الحرف ونركب المسمار، عفوا، ونركب الوش البلاستيك ده. طبعا لازم نبعد السلك عن الخرام خرم ده والخرم ده عشان خاطر لما نيجي نقفل، تمام، لما نيجي نقفل المسمار بتاع الغطا ما يعكسش معانا. بعد ما ركبنا هنربط كويس المسامير ونأكد نربط كويس بحيث يكون مقفول كويس. هنجرب اللمبة بتاعتنا، طبعا هو غير مفتوح على طول زي ما حضراتكم شايفين، مفتاح تمام معانا وزي الفل. يا رب تكون المعلومة وصلت للجميع. لو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك والاشتراك بالقناة عشان نستمر مع حضراتكم، تمام. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.